لن تسمع هذا الهتاف إلا في محافظة إدلب في الشمال السوري. ثوار سوريا يؤكدون للمرة الثانية عشرة أن رحيل بشار الأسد ونظامه مطلب لا رجعة فيه مهما كلف الثمن، فلا ثمن أغلى من الذي كلف السوريين في سبيل التحرر. مثل هذا اليوم تحل ذكرى انطلاق الثورة الحرية والكرامة على أكبر دكتاتور عرفه التاريخ، هو الدكتاتور المجرم بشار الأسد. فنحن في مثل هذا اليوم دائما نأتي لنحيي هذه الذكرى، هذه الذكرى العظيمة على قلوبنا، ثورة الحرية والكرامة، ثورة الشهداء، ثورة التي قدمت أكثر من 2 مليون شهيد وأكثر من 1 مليون معتقل. أكيد رح نحافظ عليها ومستمرين بهذه الثورة حتى إسقاط هذا النظام المجرم القاتل. لا عودة للاستبداد والطغيان وكلا للتطبيع مع النظام هي الرسالة التي وجهها السوريون للمجتمع الدولي في الذكرى السنوية لثورتهم. رسالتنا للمجتمع الدولي: لا صلح، لا مصالحة، لا تصالح مع هذا النظام المجرم، لا تعويم للنظام الأسدي، نعم للعدالة الانتقالية التي تقوم بمحاسبة النظام ورموزه وتعويض المتضرر، لا تعويم للنظام الأسدي، لا تعويم ولا دخول للجامعة العربية، نعم للمحاسبة النظام ورموزه. مستمرون تتابع ثورتنا مسيرتها بكل قوة واقتدار، معتمد على الله تعالى ومن ثم قواها الذاتي وأناها الوطني المتمردي في طبخ ثورتها ومواجهة الاحتلال والطغيان معا. فيهات هيات من الزلة والهوان والعودة تحت ظل الاستخفاف والاستبداد والاحتلال. من ساحة السبع بحرات وسط مدينة إدلب تعم الاحتفالات بالنصر المحتوم على الأسد ونظامه، وتطالب بالمحاسبة وإن طال تأجيلها.